فيما ينتظر اللبنانيون وصول اللقاح ترقب مدى فعالية الإجراءات المتخذة لإيصال اللقاحات إلى الفئات المستهدفة تباعا وفق برنامج يحدد الأولويات. وقد قارب عدد المسجلين على منصة اللقاح حوالي 174,000. ما حيصير في استنسابية أبدا، وبفهم قلق وشكوك اللبنانيين في الموضوع. رح تكون القضية يعني كل التسجيلات رح تصير بمنصة مثل ما عرفتوا كلكم، وما فيها أبدا تدخل بشري إذا صح التعبير. فإذا كل شخص بيحط هو رقمه اسمه منزله وين ساكن وشو عنده أعراض أو عنده أمراض مزمنة، والصراحة السيستم هو اللي رح ينقي الأشخاص اللي حسب ما نحن بيعطين له اللائحة مين يعني له أفضلية على مين، ووين أقرب محل تيقدر يروح عليه يتلقح. هلا بالنسبة للكبار بالعمر في حدا يساعدهم أكيد، أو في كول سنتر، رح يكون في كول سنتر مشان هالقضية تيقدر يعبوا الاستمارات بدون أي مشكلة. اللقاحات ستكون متنوعة ولن تكون محصورة بشركتين. وهلا عنا لقاحين رح يجوا، يعني هو فايزر أول واحد رح يكون تقريبا ب 15 شباط يبلشوا يجوا الوسقات. الكميات رح تكون قليلة بالأول، يعني تقريبا يمكن 30,000 لقاح بأول دفعة، وكل جمعة رح يجي لقاحات كميات أخرى على مدى سنة. وبنفس الوقت كمان عرفنا أنه رح يجي كمان أسترازينيكا اللقاح البريطاني بنفس الوقت تقريبا، بقى رح يكون عنا لقاحين. هلأ بالنسبة للأفضلية، يعني إذا بيقدر الشخص هو ينقي شو بده ياخد لقاح، صراحة ماني أكيد أنه هلأ ممكنة، خاصة بالكميات القليلة اللي عنا إياها. يعني يمكن مستقبلا يصير في هذا الشيء، لأنه رح يصير في كتير لقاحات، ومش بس هو اثنين، رح يكون في يمكن هلا عم يندرس بالصحة بوزارة الصحة 5 ملفات أو 6 ملفات للقاحات أخرى من الروسي من الصيني من كمان بأوروبي وأمريكي. كله هذا رح يخلي في عنا كثرة لقاحات من هلا لكم شهر، ساعتها يمكن يقدر الشخص ينقي. وفيما الأرقام لا تزال غير مطمئنة، ماذا بعد 8 شباط؟ بكرة عنا اجتماع أولي رح تعرض علينا وزارة الصحة الأرقام اللي عندها يعني الإمكانية يعني تخفيف الإغلاق. أكيد رح يكون في، ما حيفتح البلد يعني كله، رح يفتح قطاعات معينة في حال قررنا فتح البلد، بس الأرقام منا مطمئنة إذا بدكم، يعني مش مبينة إنه بعد لهلأ عم تنزل الكيرف، لأنه بعدنا تفشي عنا كتير قوي، وزيادة الوفيات كمان حرزانة، يعني فيها وفيات أكتر من ما كنا قبل. هذا طبعا نحن منتظرين أنه الإغفال يعطي مفعوله بعد جمعة صراحة. هلا كله هذا رح ينبحث ورح يتخذ القرار اللي لازم يتخذ. صحيح ان اللقاح اختياري، الا ان الوصول الى مناعه مجتمعيه لن يتم الا بان ياخذ اللبناني القرار ويتشجع، والا لا يمكننا السيطره على الوباء.